ألو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أيوة تفضل. كيف حالك؟ والله بخير حال، في نعمة رب. أولا أنت غلطت غلطة بأن تقول هل الله سبحانه هل رسول الله يبتغي مرضات أزواجه؟ أنا ما غلط، ورسول الله كان يبتغي مرضات كل الناس، لو كان فظا غليظا لانفضوا من حوله. ما يبتغي المرضى؟ مرضى يرضي الناس رسول الله، ما معنى يرضي كل الناس وليس أحد. فقط أزواجه. ما معنى يبتغي المرضات؟ أنا مش عايز جهل، أنا بسأل ما معنى يعني هل الله هل رسول الله ساد ولي هل الله سبحانه سؤال. وتعالى سؤال واحد، نحرر المسألة بس الأول، نحرر المسألة الأول عشان لو حررنا المسألة الأول هنفهم ما معنى يبتغي مرضات. يبتغي مرضاتهم يعني كذبا علي وصدقهم. لا يا باشا، يبتغي مرضات يعني أنا أبتغي مرضات فلان، أي أن أطلب منه الرضا. يا حبيبي بس افتهمني، هل كذبا علي وهو أخذ صدق من أجله؟ واحدة واحدة، سيبك من كذب. أبتغى مرضاتهم، أنا بسألك لأن صدق فيه بأنه فيه رائحة. لو سمحت، لو سمحت برضه هيخدني في الرائحة، أنا ما دخلناش في الرائحة ولا أي حاجة لحد دلوقتي، أنا بتكلم في لفظة أتت في القرآن الكريم، ما معنى يبتغي مرضات؟ افتح عندك التفسير واقرأ لي تفضل. اسمع اسمع اسمع، انت 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 مراة المسلم، اذا قلت لي هذا القميص ليس كويس عليك ابتغي مرضاتك وانزعه، هذا اللي حدث. لماذا تحولون الكلام؟ ما معنى يا استاذ، يا استاذ يا استاذ، والله انا بتكلم عربي، افتح تفسيرك وقل لي ما معنى يبتغي مرضات. صوت مو واضح. لا اعدولك تاني، افتح حضرتك التفسير عندك وقل لي ما معنى تبتغي المرضات. يا حبيبي انت قلت هذا الشيء ليس كويس عليك، ابتغيت مرضاتك وامتنعت. والله بتكلم عربي، والله بتكلم عربي. الايه بتقول ايه؟ يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك. اقرأ لي أي تفسير عندك وقل لي ما معنى تبتغي مرضات. هو لماذا حرم رسول الله عليه؟ لماذا؟ المفروض أنت متأخذ للنقطة. لماذا حرم رسول الله شرب العسل على نفسه؟ أنا كلمتك في التحريم ولا شرب العسل؟ أنا جبت سير التحريم ولا شرب العسل؟ إيه هو سبب هذا الشيء. أنا ما جبت، أنا ما كلمتك سبب على هذا الشيء. أنا ما كلمتك على سبب، أنا عايز أعرف بس جملة كده. يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ، يا أستاذ. نعم. أنا عايز أعرف بس جملة من ثلاث كلمات، تبتغي مرضات أزواجك، ما معنى كلمة تبتغي مرضات أزواجك؟ يا حبيبي غير نبدأ بسياق الآية، كذبا علي وصدقهم. يا أخي وقال هذا الشيء، أنا ما معنى ما أشرب لألا فيها هذه الرائحة. الله نبهه. اسمك إيه؟ قال له بأنه كذابات. اسمك ايه؟ اسمك ايه؟ اسد الله علي. لا لا لا، صديقك اسد الله القديم. وفنجان والكلام ده كله. انت اسمك ايه الحقيقي؟ اسمك ايه الحقيقي؟ لسه موجود على الصوت على فكرة، اهو لسه موجود. اسمك ايه؟ قول لي. على فكرة أنت لسه موجود وأنا سامع خروشة جنبك، والله ما أفهم وأنا سامع أصلا خروشة جنبه، الصوت عندي جعالي وخروشة موجودة عنده. خلاص أهو، بص يا أخوانا، والله أهو أنا اللي هقفل عليه دلوقتي أهو. خلاص طالما هرب خلاص أقفل عليه أهو، أهو قفلت عليه. بيتصل تاني، ماشي يلا نسمع منه تاني. السلام عليكم ورحمة الله. أسد الله علي. اسمك علي يعني؟ أنت ما تعرفني، مصعدت وياي بث مباشر. أسد الله علي، والله البقرة تشابه علينا، والله ما عرفك. نعم نعم، ولكن إن شاء الله البقر أنا ما تشابه علي، نفس البقر بإذن الله، ما فيش مشكلة. نعم، أنا دلوقتي سألتك
علي يبتغي مرضات فلان، ما معناه؟ حبيبي انت تجيب له امثال وعوف الايه، والله انتم مصيبه انتم يا سيدي. الله يقول عارف اكبر مصيبه على دماغكم، انا عارف الكلام ده كويس، احنا اكبر مصيبه على دماغكم، ولكن قل لي ما معنى علي يبتغي مرضات احمد، ما معناه؟ نعم، لان طبق الايه يقول ولا تستوي الحسنه ولا السيئه ادفع بالتي هي احسن فان الذي بينك وبينه عدم. انت بتفهم عربي؟ عيب عليك ده انت راجل عراقي، يعني عيب عليك ده انت راجل عراقي. احمد يا بتغي مرضات علي، او علي يا بتغي مرضات احمد، ما معنى الجمله ديت؟ اي يبتغي مرضاته لانه ظاهرا كان يدليه نصيحه يا واذا بالباطن الله بشكل انا ويطلب منه التوبه. خلاص خلاص شكرا منك، انا قفلت، انا اللي قفلت، شكرا منك. مش ناقصه وجع قلب مع جهل بصراحه يعني.